كنا حكينا وحضرنا الأسبوع الماضي الفيديو اللي صوره الزميل سيلفيو شيحا بطرابلس والفرقة اللي حضرت الموسيقى. اليوم نستقبل سيلفيو وضيفه يوسف إبراهيم مسؤول الفريق. أهلا وسهلا فيكم. بدنا نتعرف على الفريق أكثر ومين بضم. الفريق بضم كتير شباب من جبل محسن وباب التبانة. صارت القصة أنه الفيلم تبع سيلفيو هو اللي عطى مساحة للشباب تحمسوا كلياتهم أنه معقول فريق من جبل تبانة فجأة أنه يطلعوا ويصير ضوى على الفريق وعلى هالموهبة. عطى ضوى كتير قوي بهالشغلة. وأكيد بوجه تحية كتير كبيرة كمان لجمعية مارشي كمان عم تضوي على الفريق وقهوتنا خاصة لأنه ستريت أوتا طرابلس هن بقلب قهوتنا، المركز تبعنا نحن بقلب قهوتنا. قهوتنا هي القهوة اللي عم بتلاقوا فيها جماعة جبل محسن وباب التبانة. هلا هن الفكرة من وراء الموسيقى اللي عملوها إنه عم نجرب نرسل نوصل رسالة لكل طرابلس ولكل أهل لبنان إنه السلاح والرصاص ما رح يوصل لمحل. يعني وهن أول إثبات جربوا الرصاص جربوا السلاح قتلوا ولقوا بالآخر إنه قعدوا سوا بذات القهوة وصاروا إخوة كلهم مع بعضهم ولقوا إنه ما في غير العلم والفن رح يجمعهم. أكيد وهيدي استغليناها إنه ثقافة الهيب هوب بتجمعنا فشلنا سلاح حطينا القلم والورقة ومنحكي بعدين أكثر عن الفريق. كيف عم بتكون الأجواء بقهوتنا؟ كتير بتعقد، زورونا بتشوفوها كتير حلوة. أكيد أنا تفاجأت صراحة. أنا أول مرة رحت ثاقبت، يعني كنت رايح شوف ليا برودي هون من وجهها تحية من جمعية مارش. تحية ليا برودي. وشفت الشباب صار إلها مثلا بيقول لي أنا كنت هيدا مثلا حارب ضده وهيدا كنت أعمل ضده، صارت هي تقربهم شوي المش متعصبين كتير، يعني تقربهم على بعضهم صاروا كلهم سوا قاعدين مع بعضهم وعن جد مثل اخوه. يعني صار بس شو اللي شدك اول شيء سيلفيو لتروحوا وتحضرون؟ شو اللي حمسك؟ انا اول شيء ما كنت بعرف انهم موجودين. انا ليه بعرفها وعارف انه عامله قهوه بهالمنطقه، رحت قهوتها شفت الشباب عم بيغنوا وعم بيرقصوا. واذا بتشوفوا بالفيلم يعني بين شوت وشوت كنت عم جرب اقطع شوت عن الشباب تيشوفوا انه شو عم بيصير بطرابلس، كيف عم تتقدم هالمدينه، كيف عم بخلوا هالمدينه ترجع تصير مدينه الثقافه، مدينه النور. طب لما حضرتهم شو أبرز شيء هيك شدك لإلهم؟ محبتهم لبعضهم صراحة. يعني بس شوف اثنين تقتلوا كل حياتهم، شوف فيهم قاعدين صاروا مثل إخوة. يعني عن جد شيء بياخد العقل عن جد. نحن بقول أنه لا، يعني العالم بتحكي أنه الفن معقول يوصل أو معقول العلم يوصل، وأكبر إثبات الشباب. يعني نحن لازم ياخذوا منا عبر العالم أنه فريق جبل تبانة عاد عملنا فريق، انه كنا عم نحارب بعض، في مسلحين بقلب الفريق، هلا شيلوا كلنا البويريت، صار عنا هدف نوصل رساله سلام عم نعمر بايدينا. يعني عم يزالوا الشباب عم في مشاريع باب الذهب جمعيه مارش عم تعملهم عم نعمر كلنا مع بعض، يعني وروح رياضيه كثير عاليه وحلوه. الرساله تبعكم عم بتكون كثير حلوه وبنفس الوقت قد ايه كمان عم نكتشف مواهب بركي ما كنا نعرفها. وقد ايه انتم مع بعض، يعني هلا احنا رح نتابع سوا الفيديو تبعولك سيلفيو ورح نشوف كمان انه بالفيديو في الاغنيه يلي انتم كنتوا عم بتغنوها. رح نكمل، خلينا نشوف الفيديو بالاول نرجع منتابع ونحكي عن كل هالتفاصيل. لانه الحياه اقوى من الموت، لانه السلام اقوى سلاح بعز الحرب، ولانه الليل قد ما يطول من بعده في نهار. صارت قصتها رساله حياه وسلام ونور. طرابلس كانت وبعدها ورح تضل أم الحياة والسلام والنور. شافوكي حلوة غاروا منك بشعوكي، بدل ما يغنوكي قاموا فقروكي حاربوكي، شافوا الاقتصاد عم يعلى فيكي قاموا هدموكي، أزوكي بالكلام بالإرهاب صنفوكي، وصفوكي وصف ما بيليق فيكي، الغني والفقير بالثقافة من قويكي، يا أم الفقير فيكي جميع الأديان، فيكي تقرعوا الأجراس ويعلوا صوت الأذان. تبكي سلام يا عيوني انت، بس بعدك انت مثل ما كنت، رجعت صبية حلوة بتلمع بالعتمة، يا
العالم من نور. هيدا نورك انت كرسحوك رجعتي وقفتي شفت المدرسة وما خفت بإلهك استعنت عأجريك رجعت وقفتي كل الناس انغرمت فيك انت فيك انا شفت تاريخ عريق يا ام الحضارة انت ام الحضارة انت الحضارة ما ضل حب بالحارة الا وكتبت على اسمك بالخط العريض صعب لقي وصفك والوصف بعيد فيكي خلق الحرف فيكي خلقة المواهب الفقر والفساد بفن الراب رح حارب ما تشوه صورة اكتر غير هيك ماني طالب وحقق المطالب يوسف كنا عم نسمع الأغنية يلي حضرتوها خصيصاً للفيديو يلي صوره سيلفيو، خبرنا كيف صار التعامل، كيف قررتوا، كيف عادة بتحضروا؟ لأن الرسالة كتير قوية وواضحة، وإذا بدنا نركز على كل كلمة كل كلمة فيها رسالة. كيف اشتغلتوا على هالأغنية؟ هلا في عنا كتير أغاني مكتوبة، مثلاً أنا بغني صار لي من 2008 بأول ضربة رصاص طلعت بطرابلس أنا كمشت القلم بلشت اكتب 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 بال2011 بلشت نزل حس الراب انه منه مدعوم كتير بلبنان الهيب هوب بشكل عام ما في دعم له وتقدر تعبر كتير من خلاله كمان 100% فانا حبيت الراب يكون عندي مختلف انا طلعت بمهرجان فجر مواهبك راب بس في شو في شباب عم تعمل تمثيل معي اسلحه بلاستيك وهالامور يعني عم نعمل عم نخلق شيء بالراب لنحسن الراب عم لما اجى سيلفيو شيحا على القهوه كذا كنا موقفين كتابة منا عم نغني لأنه الراب كتير تحمسنا بلشت أكتب أنا عن طرابلس كتبت شي خمس دفاتر بطل يخلص الكلمات عن طرابلس عاد ما بحب طرابلس ونحن فخورين كتير أنه طرابلس مدينة السلام ومدينة الصلاة ونحن كمان كتير فخورين فيكم فكتبت الغنية وغنيتها من قلبي يعني هلأ تنكون صريحين غيرناها مرتين مرة غيرناها الغنية أول مرة كانت كتير قاسية يعني كان الكلمات بيعبروا بشكل عن الوجع عن الوجع بقلب المدينة 100% بس قررنا انه بالعكس بدنا نعطي نحن امل لهالمدينة لانه مثل ما عم نشوف انه عم ترجع تتقدم هالمدينة عم ترجع عن جد عم هالبار رح يرجع يفتح عم يرجعوا هالناس يتقربوا على بعضهم يتعلموا وهون بجرب وجهة رسالة دائما لبعض السياسية انه يا جماعة ما بقى تعطوا صلاح لهالجيل الجديد بتعرفي الجيل الجديد بيجي بتعطيه فرد بنبسط بتعطيه رشاش بنبسط بيقول انه انا رجال وابضاي وبيتأثر بالموجود ويلي حواليه بيتأثر بالموجود مزبوط اكيد بس محل ما يعطوا هالسلاح خلون يعطوهم فرص عمل يعملوا لهم معامل يحس حاله يحسوا حالهم اهالي طرابلس عم ينتجوا حتى يقدروا يوصلوا لمحل تترجع طرابلس كل حياتها يعني طرابلس كانت تقريبا عاصمة لبنان يعني هون سيلفيو يعني واحد قد ما حكى يمكن بتكون الرسالة صعبة توصل قد ايه بتشوف الشباب هون كانوا مصدر إلهام أو مصدر وحي حتى للجيل يلي بعمرهم من خلال هالرسالة يلي عم بيواجهوها إنه عن جد بلا ما نكون عم نقتل بعضنا أو عم نتخانق مع بعض مزبوط. نكون كل واحد عم بيحول الشغف أو الحب يلي موجود فيه لفن نقدر نكون عم نقدمه لطرابلس وحتى للبنان ككل مزبوط. لازم يكون مثال أعلى للكل صحيح عن جد يعني بقول لك نحن بنكبر فيكم كلنا كل لبنان لازم يكبر فيكم وكل لبنان لازم يتعلم منكم وانا بتمنى بتمنى انه من كل داعم لهالموضوع داعم للمواهب يعني يدعم نحن موجودين كنا بخط تماس يدعم هيك مواهب يروح على القهوه يشوفنا كلنا موجودين قاعدين يعني انا لما عملت الفريق نحن هلا فريقنا 30 شخص 30 شخص نحن كانوا يوعوا الصبح يقول لي على صحة السلامة بحمل الرشاش وبقوص عطينا ميلة صاروا إخوة صاروا يقعدوا بزيت القهوة وصاروا إخوة هذا المفروض أكيد مفروض نتعلم ارجع عيد الفن والثقافة ما راح يوصل حدا ما راح يوصل ما راح يوصلهم إلا للخير السلاح ما راح يوصلهم لمحل وبيقدروا هن كمان يعبروا أكثر عن كل الأمور يلي بتزعجهم ومضايقتهم هذا شيء واضح من خلال فنكم وبما أنك اليوم موجود معنا أي رسالة عبالك توصلها لكل الأشخاص يلي عم بتابعونا خاصة أنه صوتك رح يقدر يوصل بس إذا في مجال تكون هالرسالة بالراب بالراب رح أحكي لهم غنية عن كيف بتنبض المواهب بقلب طرابلس وما حدا عم يشوفها أوكي.
كلنا سوا. كلنا سوا. من قلب شارع عتمي مواهب تلمع، صوت النبض ليه منك عم تسمع؟ يمكن لأني بارع عم سارع الظروف، الفم بقلبه لامع بس ما حدا عم يشوف. نبض الشارع وما حدا سمع النبض، ما بقت شارع فن الهيب هوب ما بيرفض. الشارع انتفض وعيار النبض زاد، صعب الصوت ينخفض لو انحط بالمزاد. عم فني انحاد وعني كون محايد، تسقف واستفاد لو كان مجتمعك فاسد. نشرتوا الفساد بدل نشر الثقافة، زليتوا العباد حطيتوا براسهم شي خرافي. الحمل زاد بطل يعطينا الحلم صافي، قبل ما تحفظ شتائم حافظ عن نظافة. كرمال ما تأذي السكان وتسبب لهم أعراض، كرمال ما تأذي ولادك وتصيبهم الأمراض. غنات وجع الشارع حتى تنبض المدينة، الزل اللي بقلبه عم سارع حتى في صرت رهينة. حظي نسيني عم حاول منه أتقرب، كل ما حاول ذكره فيني بيصير مني يتهرب. غنى وجع الشارع بأفضل طريقة، واللي عن جد بده يسمع خلي يسمع صوتك يوصل لكل لبنان. نحن رح نتابع معكم، بس قبل خلينا نشوف هيدا الفيديو كليب. كنا عم نشوف فيديو كليب قصير عن كيف عادة بتكون اون ستيج، كيف بتكون اصلا عم ترقصوا راب وحتى بتكون عم بتغنوا. 100%. نحن كثير فخورين فيك وبكل زملائك، وفخورين كمان بقهوتنا. وشكرا لك سيلفيو شيحا، دائما انت بتكون عم تبرز اكثر شيء على النشاطات والمواهب اللبنانيه. بتحبوا تضيفوا شيء قبل ما نختم؟ قبل ما نضيف شيء بدي اجيب لكم هديه. قبل الهدية بس بدي أضيف شيء، بدي أشكر كل شخص دعمني لحتى أنا قدرت أوصل لهون، لأنه أنا انقتل حلمي بطرابلس، حبيت أخلق شيء، فريق كتير كبير. وتحية من القلب لكل شخص بستريت أوتا طرابلس، ولشباب قهوتنا اللي دعموني بهيدا الفيديو، بشكرهم فرداً فرداً من القلب. وللبروديوسر إيهاب نحيلي، نحن كمان والكوتش خضر شعبان، ألف سلام وتحية مني لألك. أنا كمان تحية إلهم كلهم. ومرتين من قلك أنه نحن مزبوط فخورين كتير فيكم. هالرسالة عم بتوصلوها رسالة كتير مهمة، وإن شاء الله أنه يكونوا كل الشباب كمان يمشوا على نفس الطريق اللي أنتوا عم تمشوا فيها. كلهم ماشيين بس ناطرين الدعم. فرجينا شو جايبنا. هيدي هدية، هذه معمولة بطرابلس، معمولة بقهوتنا. بقهوتنا هيدي، خلينا نشوفها. خلينا نشوف مع يوسف وسيلفيو. وهم بتطلع مع ستريت أوتا طرابلس، كثير حلوة. شكرا كثير لك يوسف، وعن جديد تحية لكل أعضاء الفريق، وناطرين أكيد كل جديد. وسيلفيو دعمك لكل النشاطات والمواهب الشابة اللبنانية كمان رح نكون ناطرينها. بتمنى اللي يدعم الفريق أكثر يروح على قهوتنا. في نحن بنبيع مقات بلوز لستريت أوتا طرابلس وبلوز لقهوتنا بكذا ديزاين. روحوا قعدوا مع الشباب وتعرفوا عليهم. نشجع الكل انهم يزوروا طرابلس ويزوروا قهوتنا بالتحديد، يتعرفوا مثل ما ذكرت سيلفيو على كل الشباب، ويشوفوا انتم عاده كيف بتكونوا عم بتقضوا نهاركم بقهوتنا. مشاهدينا نحن رح نكون عم نتابع بتحلى الحياه بعد هالفاصل الاعلان القصير.